ضحية من ضحايا هذا الحساب اللعين اللي أصبح كيهدد أمن واستقرار ديال أنفس الناس بزاف، واللي بسبب هذا الحساب هذا الناس تعرضت لبزاف ديال الأمور خيبة بزاف، اللي منهم بغي ينتحر بزاف الأمور، أنتم عارفين هذا الشيء. الحكم كان سنتين، أكيد طبعا ما رضيناش بهذ السنتين، النيابة العامة استنفت وأكيد احنا غادي نستنفوا، وحتى المتهم لهم حق الاستئناف، أوكي. إنما الإدانة بالسجن في حد ذاتها رد اعتبار لنا احنا كضحايا، هي في حد ذاتها إدانة، هذيك الإدانة بالسجن هي في حد ذاتها شيء أشفى غالي لي أنا نوعا ما، راه بالسجن هذاك إدانة بالسجن. السرية اللي وصلت لها أمس البارح هو معاناة ديال سنة أو ما يزيد على السنة والنصف يا أخي، راه معاناة نفسية عجرفة مني أنا، كما كنقولوا بهذا البلوتيرم ديال المغاربة، أنا ما كنتصرش اليوم، كنطلع كنبقى نتعاير معاهم ونتواجه معاهم، وهذا ستريس ديال من المحكمة للفرقة الوطنية عند لابي جي، وتتمشي وتترجع وتتحضر الجلسات، الضغط ديال الإعلام كذلك كيلعب دور، الضغط ديال الناس ديال المتابعين ديال الجمهور، لحظة الحكم انك غتشوف دوك الناس اللي اداوك وتعداو عليك وظلموك كتشوفهم وما كيتحاكموا، اكيد كتجيك واحد الهستيريا، واحد الشعور مختلط كتكدس بكي كتشوف دوك الناس اللي تعداو عليك ودوك الناس اللي ظلموك ودوك الناس اللي شوهوك واللي شهروا بك، كتشوفهم اخيرا في قفص الاتهام وكيصدر في حقهم حكم، فاكيد ان هذيك كانت دموع الفرحه، دموع كذلك كان دموع الخوف، لان الطرف الثاني كانوا كيهددونا، وانتم كنتوا حاضرين معنا لولا التدخل ديال الصحافه بالاول، في الاول وفي الاخر انا كنقولها بان لولا التدخل ديال الصحافه كان البارح هنايا كانت وقعت مجزره امام المحكمه، وكذلك بعد تدخل ديال الامن لهم جزيل الشكر، والشكر لكم انتم كذلك. فهاد الامور كلها ولدات ديك اللحظه اللي شفتوني فيها البارح، هي شبه حاله انهيار صراحه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.